وسادتي، جاء دور المتحدث التالي والضيف الخاص الموجود هنا اليوم لمشاركتنا مثالا رائعا على التميز في المشتريات وكيف شرعت هذه الجهة بالذات في رحلة التحول الرقمي عبر المجالات الرئيسية لأعمالهم، من تحسين عملية التوريد إلى إدارة الموردين وتحويل الطريقة التي يقومون بها بالمشتريات. في البداية احنا طرحنا المشروع على الأخوان في تجاري، ومن بعد ذلك أتت عمليات الاجتماعات ووضع خطة عمل وتوزيع المهام على الفريق، وطبعاً أبدوا ترحيب كبير لهذا الموضوع، وتمت عمليات الاجتماعات من بيننا ومن بينهم، واكتشفنا عقب أن بوابة التوريد الإلكتروني فيها خاصية نقدر إحنا نفعلها في إقامة دبي. هاي الخاصية تمنح أو تسمح للموردين أنهم هم يقدمون شكاويهم، اقتراحاتهم أو استفساراتهم على هاي القناة. التعاون اللي صار بيننا وبين فريق عمل تجاري أدى إلى نجاحات كثيرة، إن كانت على المستوى الداخلي في الإدارة العامة اللي قاموا شؤون لجانب بدبي، أو حتى على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.